حر يا مسلمين قيض، ولا يقهرك يجيك شاعر يتغزل يقول يا هبايب نجد ودي لي التحيه. بعقلك انت صاحي، انت درجه الحراره 50، وش اللي يا هبايب نجد؟ قال تغزل في ضبه. تعرف الاغنيه هذيك اللي يقول خليك صبور خليك صبور تتتتتتت خليك صبور خليك صبور تتتتتتت حتى لو اخطيت يا اغلى من حنبيت حتى لو اخطيت يا اغلى من حنبيت. ابو سالم انت اللي مرحبا، الله يبقيك، ارحب بك في محلك لاني والله اعد روحي راي محل. الله يبقيك، الدله اللي عند ابن عزران غيره مهياله ومبهره ومقنده تقعد خوار راسه وعامس راسي طير خص اللي من صبها لي من يده خص اللي من صبها مرحبا، اسعد الله مساكم، الله يحييكم، كيف الحال؟ والله اني مبطي ما صورت فلتر، لكن اليوم احس ان علشان نحتاج علشان ارحب وسالم، بيض الله يحييه، يا مرحبا. ابو سالم قال عندي لك 10 اسئله، ما ادري 5 اسئله حساسه وكذا، تسمح لنا؟ قلت في سنابه بحط حسابه وحياكم هناك، عاد شوفوا ايش الاسئله، اذا جايبه حساسه حياكم، خلينا نشوف الاسئله اللي عندي. صبحكم الله بالخير. الوحش شوف 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 ما شاء الله تبارك الله يا كريم يا كريم، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله توكلنا على الله.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وقف وقف المطر، لا اروح على بيت قلبته. ما شاء الله ابن سعاد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.